هذا خوتي الشارع موسف من الصغير، خضعت أول تهيئة كما تلاحظوا. هذا الشارع اللي كيدي حتى البلاصة، خدموه وخلوه فوقاش غادي يكملوا الخدمة، الله أعلم. كتعرفوا بحال هاد الحالة كيفاش كتأثر على المنازل. شوفوا على حاله. ايوا لكم التعليق.
شارع الإمام مالك بن أنس، الزليج اللي ولا دابا فيه بعد ما تعبدت الطريق كما كتلاحظوا. هذا هو تحياتي للأحباب أصحاب، كانت واحد الجولة على الإصلاحات كذلك اللي كتهم بعض الطرق في المدينة. انتظار ما هو أجمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.